بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد أو خبر من الأخبار الجديدة التي تخص المصالح الحكومية. خبرنا النهاردة أحبائي في الله بسبب الطقس السيء التموين تزف بشرى سارة. طيب أحبائي في الله، قبل ما نشوف الخبر بالتفصيل ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. طيب أحبائي في الله، مصدر الخبر جريدة صدى البلد. تعالوا نتعرف على تفاصيل الخبر ونشوف البشرة السارة اللي بتزفها وزارة التموين بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد هذه الأيام. أكد المهندس سيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح أنه تم توفير كافة حصص الدقيق وتوفير احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وأضاف أنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين ومتابعة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تم شحن وتوفير كافة حصص الدقيق وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة. وأضاف أنه تم فتح سيستم لصرف حصص الدقيق الخاصة بالمخابز حتى السبت بعد شحن الكميات على السيستم لكافة المخابز بمركز الحمام والقرى تحسبا لأي ظروف نتيجة التحذيرات من سوء الأحوال الجوية. وأوضح أنه تم تدعيم كافة مراكز ومدن مطروح. طبعا أحبائي في الله، القرار أو الموضوع لا يخص مطروح فقط ولكن يخص جميع محافظات الجمهورية. ومن شوية كمان نزل خبر أو نزل منشور بصرف 3 أيام للمخابز، صرف 3 أيام حصة 3 أيام للمخابز علشان سوء الأحوال الجوية. طيب تعالوا نكمل الخبر بتاعنا ونشوف. وأوضح أنه تم تدعيم كافة مراكز ومدن مطروح بمخزون من الدقيق وكافة السلع الغذائية تحسبا لتأثير الطرق بسوء الأحوال الجوية. وأشار إلى أنه تم المرور أمس الأربعاء على كافة المجمعات الاستهلاكية ومحلات توزيع اللحوم المدعمة لمتابعة توفير كافة السلع. طيب احنا زي ما قلنا أحبائي في الله، الخبر لا يخص محافظة مطروح فقط ولكن يخص جميع أنحاء الجمهورية. وزي ما قلنا برضو أحبائي في الله، تم منشور جديد من وزارة التموين بصرف 3 أيام للمخابز، حصة 3 أيام للمخابز علشان سوء الأحوال الجوية. وبكده أحبائي في الله خلص خبرنا ليخص وزارة التموين. شكرا أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. شكرا مرة أخرى أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.